اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع الافلام. الحلقه دي هنتكلم عن الجزء الثاني من شخصيات علمت معانا. واحب اقول لكم في الحلقه دي يا جماعه، طيب انتوا تحت في الكومنتات في الجزء الاولاني قلتوا لي فين ده وفين ده وفين ده، طب هنعمل الاجزاء الثانيه ازاي؟ طيب واحده واحده هنجيب كل الشخصيات اللي انتوا عايزينها وهتشوفوها وعلمت معانا بجد، وشخصيات ممكن ما تعرفهاش مثلا من افلام ما تعرفهاش بس علمت معانا عامه. يعني ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وفعل جرس التنبيهات عشان الحلقات تجي لك اول باول، وعايزك تشارك على الانستغرام بيج او على الفيسبوك بيج. ويلا بينا نخش في الحلقه. رقم 5، سلطان. طبعا يا جماعه كلنا حبينا الكاركتر بتاعت سلطان في غبي منه فيه جدا، ومن اكتر الشخصيات اللي علمت معانا الهاني رمزي الصراحه. ونختلف او نتفق على هاني رمزي في الفتره الاخيره، يعني انا مش عارف هو جراله ايه، بس كلنا نتفق على كاركتر سلطان الغبيه العالميه المضحكه دي. قول لي ضحكت كم مره عن الدويتو الرائع مع هاني رمزي سلطان والاسطوري حسن حسني بكاركتر عم دبش، والميمز اللي احنا بنشوفها لغايه يومنا هذا مع سلطان وطلعت زكريا. هوب 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 هوب، ويوم ما تفكر تنشن لازم تسيب. انا الصراحه يا جماعه بالنسبه لي الفيلم ده اكتر فيلم كوميدي لهاني رمزي بضحك فيه الصراحه، وركزوا في الجمله ده، اكتر فيلم بضحك فيه لهاني رمزي، مش احلى فيلم لهاني رمزي، بس هي كاركتر عالميه. وللمعلومات يا جماعه، هاني رمزي قال قبل كده في انترفيو ان الكاركتر بتاعت سلطان دي كانت متقمصها بالظبط من سايس كان تحت عمارته في مدينه نصر، وهاني رمزي كان بيضحك في الموضوع جدا وبيقول ان السايس ده كان بيخبط كل العربيات في بعض، بس هو كان بيحبه جدا عشان هو شخصيه طيبه جدا وطيب وغلبان كده. وفي يوم من الايام هاني رمزي قال له بقول لك ايه، انت الكاركتر بتاعك ده انا يوم من الايام هعمله في السينما، وقد كان، برغم ان يقال ان كاركتر سلطان دي مقتبسه بالظبط من كاركتر دام اند دامر اللي كان عاملها جيم كاري في الفيلم، بس انا الصراحه شايف عكس كده خالص، يعني ده حاجه وده حاجه ثانيه، هو ممكن الشكل شويه يعني. وبالمناسبه برضو معلومه كده على جنب، هاني رمزي حاول يركب 50 طقم اسنان في بقه عشان يطلع باللوك ده. رقم 4، انت حيوان متخلف، انت اطرش يا حيوان. عاطف من فيلم الناظر، الكاركتر العظيمة اللي عملها احمد حلمي وامتعنا بيها جدا في فيلم الناظر. عاطف ده يا جماعة علمنا ايه؟ علمنا انك انت في وسط كل الضغوطات اللي انت شايفها في حياتك ابتسم. كائن برنس رامي الدنيا مليون جزمة، من اول الفيلم لغاية اخره انت شايف ابتسامة، حتى لو الدنيا حصل لها ايه، حتى لو في تطورات درامية ان في حاجة وحشة او حاجة، مبتسم الفيلم كله بنفس الضحكة بنفس الطقم بنفس الشكل. الكاركتر الوحيد اللي كانت في الفيلم بتشجع المدرسه المنافسه لعاشور، ولا الدويتو الرائع اللي ما بينه علاء ولي الدين طبعا، والدويتو الاروع اللي ما بينه وما بين الليمبي اللي مش طايقه من اول الفيلم لغايه اخره ومش فاكره تماما، مش فاكرك ياض، والدويتو الرائع اللي ما بينه وما بين والده، وايضا ما ننساش واحده من اقوى العلاقات العاطفيه في السينما المصريه، عاطف وميس انشراح، ورقص وسلو وضربين كشري، ومين اللي شغال ده؟ حكيم. رقم 3، طبعا الناس كلها اتضايقت جدا، انت ازاي ما جبتش سيرته في الحلقه الاولى من الشخصيات؟ حزلقوم. يا جماعه انا حزلقوم غالبا جبته في كل حلقه من البرنامج بتاعي، يعني جبت سيرته لازم اجيب سيرته. وطبعا كلكم عارفين الناس اللي عندي في الشانل ان انا اكتر فيلم كوميدي بحبه في حياتي هو لا تراجع ولا استسلام. الكاركتر دي ليه كلنا بنحبها يا جماعه؟ بسبب البساطه والتلقائيه الغير طبيعيه اللي فيه. شاب في حي شعبي تحس ان هو لسه خارج من تلفزيون التسعينات، بشكله بالحركة اللي في شعره حركاته بضحكته بالنمش اللي في وشه بصوته بألفاظه، كانت مفاجأة في السينما، كنا مبسوطين جدا 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 بطريقة غير طبيعية واحنا خارجين من السينما والكاركتر ده طلع لنا في السينما. وطبعا بقيادة الرائع أحمد مكي اللي استغل حب الناس للكاركتر دي جدا وحطها طبعا في بعض حلقات الكبير، وكان آخر ظهور ليه كان في السيزون 5، واستغلها أيضا في الفيلم اللي كان بعد لا تراجع ولا استسلام، فيلم سيما علي بابا اللي منجحش نجاح يعني
يعني اللي هو بتاع احمد مكي اللي احنا متعودين عليه. بس في الاول وفي الاخر انا مبسوط يعني حزلقوم ده شخصيه اتضافت في السينما مفيده ومضحكه وجميله جدا وهنفضل نستمتع بيها طول العمر حتى لو ايه هنفضل نتفرج على هذا الكاركتر. طبعا ما قلتش افهاته لان يعني حزلقوم مش محتاج اقول افهاته اكتر من كده الصراحه. طب وليه كتا اني جائع. رقم 2 طبعا يا جماعه احنا عارفين ومتعودين في التشانل هنا ان شريف عرفه عمره ما بيجلي ولا عمره عمل حاجه استفكس كده ولا عمره اكتشف حاجه جديده في ممثل كان ممكن يكون موجود من زمان. زي مثلا حسن حسني اول مره يطلع بدور اللي هو الاب الكوميدي في الافلام ده كان في فيلم عبود على الحدود مع علاء ولي الدين. بعدها تولت الادوار دي بتاعت حسن حسني بقى واحنا عارفين. لكن الكاركتر دي بالذات يا جماعه كلنا حبيناها كلنا عشقناها. شخصية المعلم جابر الشرقاوي في فيلم فول الصين العظيم. سامي سرحان يا جماعة الأخ الأصغر للفنان الكبير شكري سرحان. أنا بصوا أنا بقولها لكم أنا آسف برغم كبر وعظمة شكري سرحان الله يرحمه أنا بحب سامي سرحان أكتر يا جماعة. الراجل ده بحبه أكتر من شكري سرحان أثر فيا في أفلامي وفي حياتي أكتر من شكري سرحان الصراحة. الراجل ده جامد فشك يا جماعة الله يرحمه. الراجل ده فشيخ ده بصوا في كاركتر تاني وهنتكلم عليها. بس نيجي بقى عند جابر الشرقاوي عم أشقية مصر وعميد المجرمين يطلع حفيد واد خيخة كده زي محي. تخيلوا يا جماعة الراجل بجد عد كده كل مشاهده في فول الصين العظيم هتلاقيهم 15 دقيقة ده بجد. شوف الراجل اثر فينا ازاي بالكاركتر ده. الفيلم ده برغم يا جماعه ان هو ممكن يكون من 14 سنه ولا حاجه هو اعلى ميمز بنستخدمها في الفيسبوك لغايه دلوقتي. وفعلا يا جماعه عملوا احصائيات وطلع نمبر 1 في الميمز في الافلام وكده هو عم جابر الشرقاوي متفوقا على عادل امام بكاركتر مرجان اللي هو بتاعت الميم دي عارفين. وللاسف يا جماعه سامي سرحان رحل عن عالمنا بعد الفيلم ده على طول ودي كان اخر حاجه ماركه مسجله من سامي سرحان ربنا يرحمه. والكاركتر ده وهو هيفضل محفور في قلبنا كده كده. السين حلو حلوة السين. نيجي بقى عند رقم 1 وهي كاركتر هتبقى مختلفة عن الكوميديز اللي فاتوا وهو كاركتر الأسطورة عادل أدهم بشخصية عزيز بيه. انت عمرك شفت أداء تمثيل البني آدم زي كده قبل كده في الشخصية دي؟ اعتقد لا. بصوا يا جماعه من الاخر كده احب اجيبها لكم كده بالانجاز بحب انجز. انا بالنسبه لي كل الراحلين اللي انا هقولهم دول في حته تانية خالص عن كل الممثلين اللي في الدنيا دلوقتي وهم احمد زكي وعادل ادهم وخالد صالح دول في حته تانية كده ربنا يرحمهم كلهم. بس نيجي عند كاركتر عزيز بيه ده طبعا كلنا شفنا في السينما المصريه كاركتر بتاعت الرجل الظالم ذو النفوذ العاليه القويه اللي بتشوف منه شر ما بعده شر. انا الصراحه ما شفتش في السينما المصرية دي حد قدم الدور ده أقوى من عادل أدهم. بتشوف قد إيه هو رقيق وبتشوف مثلا كلمة أهلا يا قطة من فيلم حافية على جسر من ذهب بطولة ميرفت أمين وحسين فهمي سنة 76. أنتوا شايفين الفيلم من سنة كام يا جماعة؟ أهلا يا قطة دي إحنا لسه بنتفرج وبنتباهى بهذا الممثل بهذا الكاركتر. الراجل شوفوا يا جماعة انكساره في آخر الفيلم اللي هو مش مقتنع إن هو بني آدم هو عزيز هو مش إنسان أنا عزيز. شوف اللقطة دي شوف الراجل في الاخر هو يرافض تماما الفكرة انا عكس انا فوق البني ادمين. وبتشوف بقى انفعال وبتشوف حبه ولهفه بمرفت امين وبتشوف قد ايه هو شرير وبتشوف قد ايه كلماته حقيرة جدا زي مثلا القطط مش محتاجة مسدس عشان تموت كفاية عليها تخربش وبس. ايه ده ومين فينا ينسى المشهد الطاغي العنيف بتاع حرق الفستان. ميرفت امين يا جماعه قالت ساعتها في وقتها ان هي كانت خايفه من عادل ادهم بجد. لا 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 ده في ليفل تاني يا جماعه يعني انا مش هينفع اتكلم عن الموضوع ده. الراجل بين لك قد ايه ليه هيبه من غير ما يبين لك مثلا ان هو حواليه حرس وان هو راجل مجتمع بقى في كل حته والناس حواليه والحاشيه والكلام ده. راجل مجرد ظهوره لوحده بتعرف ان هو واحد ذو نفوذ وليه هيبه من غير اي حاجه. انت هو ده الراجل الثقيل اللي في البلد هو ده مرسوماله يا جماعه. ربنا يرحم الجميع وربنا يرحم الاسطوره عادل ادهم. طبعا هيبقى ليه بروفايل وكل دول هيبقى ليهم بروفايلز.
وطبعا لو عجبتك الحلقة دي دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة، وشغل جرس التنبيهات، وعايزك تشترك على الانستجرام بيج أو على الفيسبوك بيج، وسيب لي تحت طبعا كومنتاتك، عجبتك الكاركترز دول، قولوا لي إيه كاركترز تانية بتحبوها في السينما، اكتبوا لي تحت. وأعلى مسا عليكم. أحمد يا كمال، يلا أحمد نصور. أحمد يلا أحمد، عايزين نصور. أنا عزيز.